كشف ائتلاف النصر عن اجتماع زعيمه حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الحالي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري. وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد أن العامري طالب العبادي بالالتحاق بتحالف البناء وترك تحالف الإصلاح والإعمار، مضيفا أن العبادي أكد للعامري أنه لن يخرج من تحالف الإصلاح وهو ملتزم بما اتفق عليه مع شركائه في التحالف.